مستشفى المواساة الجديد نرعى الأجيال. عندما تصبح الجراحة اختيارك مستشفى المواساة الجديد. مستشفى المواساة الجديد نرعى الأجيال. تخيل مكانا يمنحك الطمأنينة، مكانا يوالي عنك الألم، تخيل مكانا يمنحك راحة بال ورعاية ورفاهية، مكانا ترعاك فيه أيتم أمينة، تخيل أنك لا تتخيل. مستشفى المواساة الجديد نرعى الأجيال. ألو، يعني نجحت العملية؟ إلا ما قلت لي يا ناصر الوالد بأي مستشفى؟ تكون يا مستشفى وانت جايب له فندق الله يهديك، أقصد مجمع تجاري. مونز سلامات. سلامات يا أبو جاسم. أقول شو السالفة؟ إحنا في فندق أو بجمع تجاري أو مستشفى؟ إحنا بمستشفى المواساة الجديد، والمستشفى هذا مجهز بأحدث المعدات الطبية وأكفأ الأطباء. أنا سمعت إن حتى الدهان اللي يستخدمونه حق الأطراف دهان مخصص ضد البكتيريا،
وهو نفس الدهان اللي يستخدمونه في أرقى المستشفيات الأوروبية. والله سلام وراحة وسعره فيه. مستشفى المواساة الجديد نرعى الأجيال. قبل العيون الزوار أبي أشوف كمار عشان يذهب القهوة. وأنا يا يتج بس خلنا نشتري بدلة حق بنت شيخان. اللي ما قلت لي يا ناصر الوالد بأي مستشفى؟ تقول لي مستشفى وأنت شايب له فندق الله يهديك. أقصد مجمع تجاري. سلامات سلامات يا أبو جاسم. على فكرة مو بس طبيب واحد اللي شخص حالة المريض، أنا شفت هالاستشاريين من الأطباء اللي تيمعوا على رأسه. بعدين بصراحة يكفي مختبراتهم اللي مجهزة بأحدث وأسرع المعدات، عساهم ما ياخذوا العينة من المريض إلا والنتيجة على طول عند الطبيب. مستشفى المواساة الجديد نرعى الأجيال. صراحة شيئين يريحون البال، الخلق الكاملة والحمد لله، والمستشفى الزين اللي يطمن كل شيء سمع، الاستقبال، العيادات الخارجية، الأجنحة، المختبرات، حتى طريقة تعاملهم كانت وايد تريح وتطمن. ولما يدي التحضير للولادة تشوفين الكل حولك يجهزون وكأن رئيس دولة أهو اللي جاي، وحتى بعد الولادة تشوفينهم ما يقصرون، فحوصات وتحاليل كاملة للأم وللمولود، وبعد ما يرخصونك تروحين البيت وانت عايشة أجمل حلم في حياتك. مستشفى المواساة الجديد نرعى الأجيال. ألو عمي فيصل، أبشرك عملية الوالد نجحت. إيه نجحت. أما ما قلت لي يا ناصر الوالد بأي مستشفى؟ تقول لي مستشفى وأنت شايب له فندق الله يهديك. أقصد مجمع تجاري. مونس سلامات سلامات يا أبو جاسم. ليش برا؟ بيقعد أسبوع إن شاء الله، بكمل عندنا العلاج في البيت. هذا اللي قال الطبيب. في البيت؟ هم عندهم طاقم خاص من الممرضات والممرضين اللي يقدمون الرعاية الصحية اللازمة في البيت، وبعدين أحسن له يكون في بيته ويم أهله. دمني بهالمستشفى، أنا عند أهلي. إيش حق أنت غرب برا؟ برا لحنا اللي قادرين نتفاهم مع دكاترتهم، ولحنا اللي قاعدين دهلنا طال عمرك. دام كل هذا يوفرونه مع كل هالتجهيزات وخدمة فيرست كلاس، بصراحة خالتي تسوى.